التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء أكد سموهما على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، والتي حددت توجهات مملكة البحرين نحو مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيق بالدول وعلى رأسها الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية، ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار العالمي الذي يحقق خير البشرية ودوام الازدهار. وشدد سموهما على أهمية الموضوعات التي تناولتها القمة والتي وفرت المنصة الحوارية بين الجانبين العربي والأوروبي نحو مزيد من التنسيق والتعاون الذي يخدم الجانبين. وتطرق سموهما إلى الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، حيث أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني المبادرات التي تكفل دمج المواطنين الباحثين عن عمل في سوق العمل وجعلهم الخيار الأفضل.